السلام عليكم طلاب، إن شاء الله بخير. راح نشرح اليوم المحاضرة الرابعة لمادة الأجهزة العملية اللي هو PPTs المنصات. مثل ما عرفنا كل جهاز ناخذ منه شغلتين، الشغلة الأولى اللي هو التعريف مالته، والشغلة الثانية اللي هو الغرض من العمل مالته. وقلنا أهم شيء بكل جهاز اللي هو الغرض، أهم شيء الغرض. نجي للتعريف مالته، يقول لك PPTs are devices used for measuring or transferring. devices جهاز، used تستخدم، for measuring قياس، or transferring لنقل. مثل هذا ما تشوفونه بالصورة، قياس اللي هو هذا القياس البي، والنقل ينقلون من مادة، المادة ينقلون من مكان إلى آخر. شو ينقلون المواد؟ يقول لك المواد small volumes، نقل المواد الصغيرة أو الأحجام الصغيرة جدا، of liquid from one container to another with، هاي ركزوا عليه، a great precision. a great precision شنو يعني؟ يقول لك لازم من تنقل المواد تنقلها بدقة كبيرة بالمصات، لازم بدقة كبيرة. واضحة إن شاء الله؟ أهم شيء ركزوا على هاي الميشورينج والترانسفيرينج، small small volumes، small الصغيرة، great precision بدقة كبيرة، إن شاء الله واضحة. هنا عندنا الغرض مالته اللي هو purpose، الغرض من الماسة PPTs. شنو الغرض مالته؟ يقول لك يستخدم in clinical and research laboratories، يعني شنو؟ المختبرات السريرية والبحثية، تمام؟ يستخدم في المختبرات السريرية والبحثية. المن to supply very exact quantities of fluids، لتزويد كميات دقيقة جدا، very exact، دقيقة جدا، منين؟ من السوائل، of fluids، من السوائل. وناخذ هنا اللي هي الاستخدام للبايبت، use للبايبت للماسة. يقول لك هنا بالبداية يقول لك the laboratory must be suitably clean and well light، يقول لك يجب أن يكون المختبر شنو؟ suitably clean، نظيف، وشنو بعد؟ well light، ومضاء جيدا. لازم يصير شنو المختبر؟ نظيف ومضاء جيدا، تمام؟ نجي للنقطة الأولى من الاستخدامات، يقول لك verify that room temperature is stable with an optimum temperature of 20 درجة مئوية. يعني شنو؟ يقول لك لازم تصير أو لازم تكون درجة حرارة الغرفة شنو؟ stable، مستقرة، ودرجة الحرارة المثلى الoptimum temperature للبايبت 20 درجة مئوية. واضح إن شاء الله. النقطة الثانية يقول لك avoid working with البايبتيز under direct sunlight، يقول لك avoid، تجنب العمل مع الماسات البايبتز under direct sunlight، يعني تحت أشعة الشمس المباشرة. تجنب استخدام أو العمل مع الماسات تحت أشعة الشمس المباشرة. واضحة؟ نجي للنقطة الثالثة اللي يقول لك use the appropriate protective elements. هاي شنو protective elements؟ اللي هي يقول لك عناصر الحماية المناسبة. يمتى تستخدم؟ إذا يقول لك working with toxic materials، عند التعامل مع التوكسيك، المواد السامة، والcarrying a biological risk أو risk. يقول لك استخدم هاي العناصر الحماية المناسبة عندما يكون العمل مع التوكسيك materials، المواد السامة والمواد اللي تحمل مخاطر بيولوجية اللي هي البيولوجيكال ريسك. واضحة إن شاء الله هنا وسهلة. نجي هنا للرسم، هذا الرسم اللي قالت علي صبحة حفظ بس الأجزاء مو الرسم، مثل ما جاوبونا بالتشريح حفظ بس الأجزاء. مثلا يقول لك أحد الأجزاء الأساسية من البايبتس مثلا البلونجر، مثلا يقول لك سحب العينات، سحب العينات يكون من خلال البايبت هيد، من خلال جزء رأس البايبت، وهكذا من هنا الفوليوم ديسبلاي، التايب ريجكتر، وهكذا. بس حفظوا الأجزاء والمواقع مالتها. وعندنا هنا الصيانة الروتينية للبايبت، يقول لك هنا البايبتس require frequent inspection،
شنو يعني يقول لك تتطلب الماسات فحص متكرر، لازم كل ساعة تفحصها المن حتى تكون بgood working condition، بحالة عمل جيدة. واضحة إن شاء الله. نجي لي النقطة الأولى، يقول لك verify the integrity and adjustment of the، ركزوا من هنا، mechanisms these most move smoothly، يقول لك يجب أن تكون حركة الآليات الميكانيزمز شنو تكون؟ تكون smoothly، بسلاسة، تكون حركتهن بسلاسة. وبعد the piston اللي هو المكبس هم لازم شنو يتحرك؟ بسموثلي، بسلاسة. يعني يقول لك الآليات والمكبس لازم تتحرك بسلاسة أو بدقة. النقطة الثانية، variety of excited of measurements and the adjustment of the types، يقول لك هنا التحقق من دقة القياسات وضبطها، لازم تتحقق من دقة القياسات وضبطها. في رأي في التحقق، هاي الكلمة هواي تتكرر، ركزوا عليها، التحقق حتى تفهمها. of the exactitude of measurements and the adjustment of the types، التحقق من دقة القياسات وضبطها. عندكم هنا النقطة الثالثة شنو؟ هنا من هنا، هنا المهم هنا the pipe it must not show any leak، يقول لك يجب أن لا تظهر الماسة أي تسرب. تمام. وناخذ هنا التنظيف والتطهير، cleaning and decontamination، التنظيف والتطهير حسب تأشيرة الضحى. بس أول نقطتين حلوات وسهلات وبسرعة نحفظن، بس ركزوا وياي. every day، كل يوم، verify، تتحقق ان البايبت، the pipet is clean، تتحقق ان البايبت نظيفة. وبعد يقول لك من تريد تنظفها لازم شنو؟ using a suitable solvent، تستخدم شنو؟ مذيب مناسب or a mild detergent solution، او محلول منظف معتدل. زين. النقطة الثانية يقول لك some pipets can be sterilized in autoclave using cycle of 120 درجة مئوية for the 20 minutes. خوش. يقول لك يمكن تعقيم sterilize وين؟ بالاوتوكليف. بعض الماسات يمكن تعقيمها بالاوتوكليف بسايكل، بدورة 120 درجة مئوية for the 20 minutes، لمدة 20 دقيقة. واضحة ان شاء الله. هنا لهنا تخلص المحاضرة الرابعة، ان شاء الله تكون عليكم سهلة، ويا رب التوفيق للجميع. اخوكم عباس صادق.